السلام عليكم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. حياكم الله بفيديو جديد من قناة خواطر فكرية وحوار آخر من حوارات برنامج سؤال بريء مع المتصلة السعودية الأخت علياء. قبل أن نستمع إن شاء الله إلى السؤال، هو الذي تمحور حول العصمة، وإذا كان الإمام عندكم أو الأئمة عندهم عصمة، فما هو تفسيركم لمدحهم للصحابة كما تقول وتدعي؟ قبل أن نستمع إن شاء الله إلى تمام الكلام وتمام المداخل، أقول علياء أفضل من غيرها بشكل ملحوظ وبشكل كبير. تقول لي بالعلم، أقول لك لا. تقول لي مثلا بالتحقيق العلمي، أقول لك لا. تقول لي بماذا؟ بكل اختصار، الأخت مؤدبة، الأخت محترمة. يعني اليوم هي ممكن خرجت طيلة هذه ال3 سنوات، خرجت عن الطريق إن صحت العبارة الأخلاقي مرة أو مرتين أو 3، روح 4 مرات 5 مرات لا أكثر. بينما يوم أمس لاحظنا محاور سلفي وله يعني مكانة إن صحت العبارة في البرنامج، يتداخل دائما سب والدة الأخ الفاضل المحاور القدير الأستاذ الفاضل الأستاذ أبو كريم، سبها بألفاظ جدا جدا يعني صراحة بذيئة، ولا أستطيع لا نقل الفيديو ولا نطقه، لكن نطقه الكلمات. لكن يعني هذا الذكر لهذه الحادثة فقط حتى أبين لكم إننا نعاني من الأخلاق من الطرف الآخر. لذلك لما تتكلم سنية أو وهابية أو سلفية سعودية في هذا البرنامج بالأدب، وإن لم تمتلك الحجة فلها أولوية بتلخيصات قناة خواطر فكرية. لنستمع بعد الصلاة على محمد وآل محمد. أبو عبد الله، يعني أخت مؤدبة، هي جد مخالفة لنا، وصفها بأوصاف يعني عجيب. والله هذه الأخلاق، طبعا أنت إذا مو تكون على منهجي فأنت تنطبع عليك هذه الأفكار. هي هذه أفكارهم، لكن شو وقت علياء وغير علياء يصحون، وش وقت هؤلاء يفكرون بأن هؤلاء خديعة، والله العظيم يخدعونكم على المنابر. المهم علياء تفضلي، احنا نقول بالعصمة. نعم نعم، لديكم أن أهل البيت معصومين، صحيح حجوة؟ أي نعم، اللي هم 14 يعني إنسان. نعم، أي يعني مستحيل أنهم يقولون كلمة وهم لا يقصدونها، أو يقولون كلمة تقية ويكون في قرارة نفسهم شيء آخر، صحيح؟ أي نعم، أعدل إن شاء الله. تمام، بحثت في وجهة نظر آل البيت في الصحابة الكرام، ووجدت أنه من كتبكم أنهم يذكرونهم بخير، زين؟ هذه الروايات التي ذكر فيها آل البيت الصحابة بذات الشيخين بخير، لماذا لا تأخذون بها؟ ما هو السبب حاجوات؟ إذا آل البيت ذكروا الصحابة بخير فهو تبع للقرآن، لأن يعني القرآن ذكر الصحابة بخير، لكن مشكلة الصحابة ما عندنا مشكلة. أنا أقول يعني رضي الله عنه، لا خلي أجاوبك حتى تفهم. أنا أقول رضي الله عن الصحابة المخلصين اللي ساروا مسير النبي صلى الله عليه وآله، طلعون 10، طلعون 20، طلعون 1000، طلعون 100,000. هذا هو منهج القرآن، إنه في شاكرا وفي كفورا، في واحد كويس وفي واحد مش كويس. فأهل البيت عندما يذكرون عليهم السلام يذكرون الصحابة بخير، تأج فوق رأسنا، نذكرهم بخير. ليش؟ انتبعا للقرآن الكريم. ولذلك القرآن إذا تتنبهين أخت علياء قال والذين اتبعوهم بشنو؟ بإحسان إلى يوم الدين، رحم الله. إذا أنا مأمور أن أتبعه بإحسان، يصير هو غير محسن؟ لا طبعا، رحم الله ودي. إذن المحسن نتبعه والمسيء ما نتبعه. هاي الآية اللي انتم تستدلون بها احنا الآن استخدمناها ضد أفكاركم. هو المسألة فطرية يا أخت علياء. الآن أي واحد عندكم بالمملكة بالعراق، أي واحد طبيعي، الوزارة الدوائر الرسمية تجين واحد كويس وواحد مو كويس، هذا أمر طبيعي. يعني ليش كأنما احنا
نأتي بأمور من الخيال. صحابة كانوا أصدقاء النبي، في واحد كويس واحد مش كويس بس. نعم. إذا كلامي مو قرآني مو منطقي ردي علي، وإذا كلامي منطقي قولي والله يا بحقك، لأن الله تبارك وتعالى قال لك، قال لك ولي وللإنسانية أفمن كان، هو شوف استنكاري، أفمن كان مؤمنا، سوي ميوت إخوان، أفمن كان مؤمنا يقول لك كمن كان فاسقا، هو ينكر يقول لك لسه هو هذا المؤمن، قال لا يستوون. فهنالك مؤمن وهنالك فاسق، وهنالك ناس إن الذين جاءوا بالإفك، يعني شنو كذب، لما كذبوا على عائشة هذا في رواية، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منهم، وعد اللامي وعلياء ومراد، لا عصبة منكم، فمنهم يكذب رمى زوجة نبية بالإفك، فالأمر ما يحتاج. لكن أنتم شنو قضيتكم الكبرى أخت علياء؟ لأنه ما عندكم مثل الأئمة فقلتم أجمعين، حتى توازون تقول الشيعة عندهم معصومين احنا عندنا أجمعين، أنتم معصومين احنا أجمعين، بس هاي القضية. ولا أنتم تعلمون عندما نسألكم تقول ما عندنا في معصوم ولا عندنا، تعلمون أنه رموزكم واللي تتبعون يخطئون ويرتكبون معاصي وكذا. أنت تدرين أنه في واحد من الصحابة كان عند حانما الخمر في زمن عمر بن الخطاب؟ شوف يا حاج وعد، بغض النظر هذا الكلام صحيح ولا لا، حفظك الله، ليس مقياس إيمان الشخص أن يكون ليس لديه معاصي، لأنه في الصحابي كانوا كل مرة يجيبون للنبي حتى يقيموا عليه الحد، لأنه كان كل مرة يتناول الخمر، فصاروا الصحابة يسبونه. أحسنتي. الرسول أقام عليه الحد لأن هذا هو الواجب الشرعي، لكن طلب منهم ألا يسبوه، فقال والله إني ما علمت عنه إلا أنه يحب الله ورسوله. فمقياس إيمان وعقيدة الإنسان وصدق حبه لله ولرسوله ممكن إنه يبدر منه معاصي. لا الآن الآن كلامش طيب. الآن إذن أنت متفقة معاي أنه في مثلا بزمن النبي صحاب، تدين أنه عائشة، عفوا النبي محمد صلى الله عليه وآله كان يقول لعائشة سبيها لزوجته، فأيضا نقول هذه مش مؤمنة خرجت عن الإسلام وكذا. احنا ما نقول أنهم يا بنت الحلال يا أختنا الكريم، والله لو أتيح لنا المجال انه نطرح العقيدة بأسلوب بسيط، انتم للأسف مش انت عفوا يعني طبيعة المخالفين ما يشرحون لكم القرآن والأمور بمفاهيم بسيطة، مثل هسه ما انت تفضلتي، نعم النبي صلى الله عليه وآله جاءوا فسبوه، ليش سبوه؟ لأنه فعل هذا الرجل كان منكرا، بحيث النبي قال لهم ليس المؤمن بالطعان ولا اللاعن ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، ومع هذا صديقهم وصديق النبي وسبوه، مع العلم هم يعرفون هذه الأحاديث. طب ليش وصلوا إلى هذه المرحلة؟ وصلوا إلى هذا المرحلة لشناعة الفعل الذي فعله. طيب في غير من الصحابة لم يفعلوا هذا الفعل، فشلون أنا أقول رضي الله عن هذا ورضي الله عن هذا؟ يعني الله مو عادل، الله مو عادل. يا أخت علياء أنت مدرسة، يصير تكونين ظالمة إنه واحد جاوب جواب صح وواحد جاوب جواب غلط، تطين هذا 10 من 10 وهذا 10 من 10، مو هذا ظلم؟ شلون الله أنا صح وغيري يكربع بالويسكي والبيرة والعرق وأنا رضي الله عنه هو رضي الله عنه؟ والله يجدين هم ما أريد يروحوا يا جماعة، ما يصير أختنا، والله مو هكذا. طيب أنت أيضا مدرس
مدرس وطالب عندك مجتهد وطالب طوال السنة مجتهد، هل يصير إنك تنبذه لمجرد إنك هو أخطأ خطأ صغير ربما لا. كان غير مقصود؟ لا ما ما نبذه. وهذا يعني يا حاج وعد يمكن الوقت الآن أسف إذا لا لا بقعدنا دقيقتين دقيقتين. أنت أبقي أنت نقاشك علمي جميل، أبقي على بعد الفضائية بعد دقيقتين نطلع حتى نصل إلى نتيجة، لأن هذا الموضوع جدا مهم أخواني اللي أثارته الأخت علياء. لأن فعلا إحنا يعني في واحد أخطأ خطأ عفوي هل هذا ينبذ؟ فعلا سؤال ينبغي أن يوجه لشيخ أسد للسيد ميثم. ما معقول إنسان أخطأ خطأ عفوي وألغي وجوده؟ هذا فعلا سؤال لطيف. الأخت علياء أرادت أن تسأل سؤالا وطلبت أنه الوقت عندها لا يسعف، فلذلك راح أقدمها تعيد السؤال وتتفضل ببركة محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. تفضل أختي علياء. شكرا لك حاج وعد. في فضائل أبو بكر وعمر رضي الله عنهم من كتبك مبايعة علي رضي الله عنه لأبي بكر مرتين. سؤالي حاج وعد، هل يعقل أن يبايع إنسان مرتين ويكون مستشارا له؟ لأنه علي رضي الله عنه وأرضاه كان مستشارا لعمر رضي الله عنه. قول أبي الحسن علي بن أبي طالب: وإنا نرى أبا بكر أحق الناس بها أي الخلافة، إنه لصاحب الغار وثاني اثنين، وإنا لنعرف له سنة، ولقد أمره رسول الله بالصلاة وهو حي. هذا في كتاب نهج البلاغة جزء واحد صفحة 332. في رسالة بعثها أبو الحسن عليه السلام إلى معاوية يقول فيها: وذكرت أن الله اجتبى لهم من المسلمين أعوانا أيدهم به، فكانوا في منازلهم عنده على قدر فضائلهم في الإسلام كما زعمت، وأنصحهم لله ولرسوله الخليفة الصديق وخليفة الخليفة الفاروق ولعمري، إنما كانهما في الإسلام شديد يرحمهم الله وجزاهم الله بأحسن عملا. شرح النهج لابن الهيثم في صفحة 488. الأمالي الشيخ الطوسي في صفحة 507: فبايعت أبا بكر كما بايعتموه، وكرهت أن أشق عصا المسلمين وأن أفرق بين جماعتهم، ثم إن أبا بكر جعلها لعمر من بعده، فبايعت عمر كما بايعتموه، فوفيت له ببيعتي، حتى لما قتل جعلني سادس ستة، فدخلت حيث أدخلني، وكرهت أن أفرق جماعة المسلمين وأشق عصاهم، فبايعت عثمان ثم طعنتم على عثمان فقتلتموه، وأنا جالس في بيتي، ثم أتيتموني غير داع لكم ولا مستكره لأحد منكم، فبايعتموني كما بايعتم أبا بكر وعمر وعثمان. ما رأيك حجوات؟ طيب، أولا كل الأقاويل التي ذكرتيها هي ليست للإمام علي عليه السلام، إما يرد عليها وإما أنها غير ثابتة لأمير المؤمنين عليه السلام. فأنت ماذا فعلتي؟ في صفحة من الصفحات كتبت مقاطع معينة، وبهاي المقاطع يردون مثل ما أورده في الشافعي رد على ابن القاضي عبد الجبار، أو أنه شرح الميثم أراد أن يلزم الإمام علي عليه السلام الآخرين. فأنتم قطعتم هذه المقاطع، قطعوها وسجلوها فأخذوها من سياقه، فلا قول من هذه الأقوال يثبت. هذا أنا سكتت، أنا خليني أكمل، أنا سكتت احترمتك، الآن خليني أتكلم. طيب، الآن أنت قلتي أن علي عليه السلام بايعه مرتين، زين، نجي واحدة واحدة. أخواني يقولون، تقول أن علي بايعه مرتين، وين بايعه مرتين؟ طبعا الشيخ المفيد نفى هذا الأمر وأن علي لم يبايع، لكن هب أنه بايع، هل البيعة تعني أن هذا إنسان كويس جيد؟
يعني أنا لسبب بسيط، لأن هو مو دوري. أنا راح أسكت مرة الأخرى، راح أسكت تفضلي. شكرا حاجة عاد. لأن شخصية علي رضي الله عنه شخصية قوية، وعلي رضي الله عنه وأرضاه من أكثر الناس شجاعة، ومن أكثر الناس لا يخاف لومة لائم في الحق. علي معروف رضي الله عنه أنه أشجع أهل زمانه، فمستحيل أنه يقوم بعمل ما هو غير مقتنع فيه، خاصة أنه حتى لديك في مذهبك هو معصوم عصمة تامة. إذن هل المعصوم أن يقوم بعمل اللي ويبايع شخص هو يراه غير كفء لمجرد أنه مثلا تقية مثلا؟ لم أجد كلمة أخرى. أنا أعتذر. أتكلم؟ نعم تفضل. طيب فضل. الآن استمعت لك. طيب الآن القاعدة اللي وضعتها الأخت علياء، الآن أبو آسيا والأخوان أقدمكم، اللي وضعتها الأخت علياء إنه لما تبايع لإنسان فمعنى هذا الإنسان كويس. طيب الآن الصحابة بايعوا ليزيد بن معاوية، هل يعني أن يزيد بن معاوية إنسان كويس؟ بايعوه، هل يعني أن إذن أبو بكر مثل يزيد بن معاوية؟ هذا بايعه الصحابي علي، ويزيد بن معاوية بايعوه الصحابة الذين مثل علي بن أبي طالب عليه السلام. فأبو بكر مثل يزيد، مثل ما يزيد خوش ولد خوش إنسان إنسان كويس لأنه بويع أبو بكر، فصار أبو بكر مثل يزيد بن معاوية. ليش؟ كلاهما بايع، والعلة بأنه جيد وغير جيد هي أن الصحابة بايعوه. فلذلك أنا أدري كلامي يوجع، والله العظيم أدري كلامي يوجع، كلامي يوجع والله يوجع. هسه مو دوري، هو مو دوري، يا ظالمة يا ظالمة، ما هو دوري، ما أنا سكتت ليش تظلميني؟ ظلمت علي بن أبي طالب، أنا ما ظلموني. نرجع أختنا، أنت قلتي بما أنه بايعه فهو كويس، طب يزيد كويس لأنه بايعه الصحابة، هذه واحدة. اثنين، الضربة الحيدرية الثانية، أنتم تقولون أن النبي قال لكم، أنتم تقولون أن النبي صلى الله عليه وآله قال لكم يأتي أناس قلوبهم قلوب الشياطين، الله وكيل الشيطان، في جثمان إنس لا يهتدون بهداي، ما عندهم هدى النبي، ولا يستنون بسنتي. حذيفة يقول له يا رسول الله لو أدركت هؤلاء ماذا أفعل؟ وحذيفة عاصر الثلاثة أبو بكر وعمر، قال تسمع وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني بايعة. وعندكم تجوز بيعة رئيس العصابة، بمعنى لو أن إنسان يسموه بيعة الغلبة، لو أن إنسانا أخذ البيعة بالغلبة صار أمير المؤمنين، فأبو بكر مثل هذول اللي. فإذا قضية البيعة، أنت ما جاوبت على السؤال يا حاج وعد، أنت الآن سويت مغالطة، وأنت أيضا يخلي أكمل تسجلي، ما أنا سجلت نقاطك، سجلي مغالطاتي. تمام بس أنت ليش تقاطعين؟ تدرين ليش؟ لأن أنا أحرك القلوب. أخاف يروح السؤال. يا بدي خلي مشي ورقة وقلم يا عليا، سوي لك ورقة وقلم. طيب تفضل أكمل. الآن نص الفكرة طارت مالتي، مو مشكلة نرجع النص الثاني. فالآن بيعة أبو بكر مثل بيعة يزيد بن معاوية، ومثل بيعة الناس اللي لا يهتدون بهدى النبي ولا يستنون بسنة النبي، لأن هؤلاء يعتبرون أمراء للمؤمنين وأبو بكر أمير المؤمنين، هاي واحدة. اثنين، في كتبكم أن عليا قال لأبي بكر، قال أنه مستبد في البخاري، في البخاري. أبو بكر ما أخذ هكذا، أخذ وهو مستبد. ثلاثة، في كتبكم أن عليا يكره معبر عمر بن الخطاب وفي البخاري. أربعة، في كتبكم أن عليا يرى أبا بكر كاذبا آثما غادرا خائنا بشهادة عمر بن الخطاب، واضح؟ طيب هذه صار أربعة خمسة.
الآن نجي إلى النقطة الثانية اللي ذكرتيها، أو أتيح لك مجال تقولي لا تشتت المواضيع، جاوبي على هذا السؤال، هل البيع الآن نقضت هذا الأمر؟ شو ردش على نقضي؟ لا 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 ما نقضت يا حاج وعد مع كامل الاحترام. طيب مولانا، عشر ثواني فقط في عجالة. هي جاءت بروايتين، الأولى في الأماني في صفحة 507، هذه الرواية بها يا أستاذ علياء 6 مجاهيل، أستطيع أن آتيك للتراجم إن أردت ذلك وسمحت لي بالوقت، فإن لم تريد ذلك فالأمر لك، ولكن 6 مجاهيل آخرهم هاشم ابن مصاحق. طيب، ورواية نهج البلاغة فقد رواها، التي في الجزء الأول، فقد رواها المغيرة بن شعبة، وهو ثابت عندكم أنه كان يسب الإمام علي بعد وفاته في رواية السيدة أم سلمة، أي يسب فيكم رسول الله، أو ابن عباس حينما قال له كيف تسب رجلا وقد مات. اعتذر مولانا بس عشان الناس لا تعتقد أن كل الروايات اللي كتبوها في المواقع ما يستطيع أي إنسان يأتي برواية من أهل العلم عندهم ويناقش هذه الروايات، ما عندنا شيء. لكن إحنا نستطيع الآن، أنا قلت في البخاري وقلت في صحيح مسلم، أول ما يقول ما موجود ألتفت يمينا وأسحب له. نحن نحترم تراثنا، نحن إيش ما تجيب رواية بالبخاري نحن نلتزم بها، مو مثلكم كل رواياتكم تكبوها عرض الحائط، اضرب عرض الحائط، تنزلون العالم، ما تعترفون بكتاب، ما تعترفون بعالم، ايش هالدين؟ دين ما تتمسكوا لا بعالم لا بدين لا بكتاب. طب نحن منين ناخذكم؟ نحن نلتزم بديننا. نعم انا رواية ما نزل من البخاري، كل البخاري صحيح، وارفع راسي بهذا الشيء. انت وين؟ انت نعطيك رواية من الكافي اضربها عرض الجدار، اشمرها عرض الجدار، أعطيك رواية من الصدوق أرميها عرضة، مع أن مصححين علماءك ترمي كل التصحيح، ترمي عرض الحائط. بالله عليكم أنتم إيش تراثكم؟ إيش تراث اللي عندكم؟ ما تلتزموا بشيء، ما تلتزموا بقلق. هذا الآن استشهدت أنت بالمفيد، أجيب لك الآن كلام المفيد ترميه بعرض الجدار. ما عندكم قاعدة. أنت يا حاج وعد مع احترامي لكم يا شيعة، أنتوا هواي يعني بتاخذون حسب العقل اللي عندكم، ما عندكم اي قاعده التزاميه بها. هلا اجيب لك روايه مصححه وبها تصحيح وصححها العلامه المجلسي، تشيلها تقول لي مخالفه للمذهب او اخذها على مبدا التقيه. ايش نمسككم يا حاج وعد؟ اعطيني كتاب عندكم معتبر، اعطيني كتاب، اعطيني اي شيء. يعني عن جد ارهقتونا بهذا الشيء. أتكلم. نعم أنا كنت بي، أنا ألتزم بها، أنا هذا ديني أفتخر به، أرفع رأسي به. أتكلم. أبو أديب لازم اليوم منطيك حقنا زايدة صاحبك، منطيك حقنا زايدة. طيب. جرعة زايدة ما. والقرآن والآل أخ وعد اللامي، القرآن الكريم، القرآن الكريم هو الفاصل. نعم. إذا كنتم تريدون الحكم بيننا وبينكم بالقرآن الكريم تفضلوا مرحبا. تفضل. الله سبحانه وتعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم رضي الله عنهم. لا تبعوهم بإحسان، تبعوهم بإحسان. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الله قال والذين اتبعوه. ايه كمل كمل كمل. خالدين فيها. خالدين فيها شنو؟ والسابقون الأولون. دقيقة دقيقة. لا 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 كمل حتى كمل كمل. إنه جنات تجري تحتها الأنهار شنو؟ خالدين فيها. نعم نعم كمل كمل أنت. خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز يعني العظيم، ومن حولكم من الأعراب منافقون من أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم. نعم من الأعراب ومن من حولكم من الأعراب. نعم الذين ارتدوا
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وذولا منافقون. وذولا منافقون. أبو بكر الصديق وعلي رضي الله عنهم. هذولا الشيخ عباسي. الشيخ عباسي هذولا نعم. ممن حولكم من الأعراب هذولا المنافقين. أنا عندي حجة الآن أمام الله سبحانه وتعالى اتباع السابقون الأولون. أنت مستعد لحظة مستعد أن نتناقش هذه الآية المفروض الآن نفكك نعم. العبارة. الآن نعم. إذن هؤلاء الذين حول النبي صلى الله عليه وآله منافقون هو لا يعلمهم صح؟ بنفس الآية نعم. وهذا نصف لإدعاء الإمامية أن الأئمة يعلمون الغيب ويعلمون الغيب مطلق. الآن تريد نخوض في الآية حول الصحابة لو تريد نركنها نروح العلم الغيب أنا ما عندي مشكلة بس حتى أبين لك أنكم تقفزون من موضوع إلى موضوع لأنكم ورب الكعبة لا تستطيعون الصمود أمام الشيعي. لا ليش تقفز إلى موضوع آخر؟ يا حاج وعد مو إحنا كل ما جبنا لك دليل قلت ما يصير. هسا هذا قرآن أنا أريد أرد على الرجل قرآن خلينا مع القرآن الرواية أردنا أن نرد عليك قمز أبو أديب أردنا نرد على أبو أديب قفز الأخ الفاضل أبو آسيا أريد أرد على باسي قفزتي إتي زين شو أسوي أنا وهذا ظلم أنا أسكت وتردون ويجي لا الآن أرد علي من على جنابك الكريم ولا على الأخ أبو أديب ولا على الأخ أبو خلوني واحد واحد أستاذ أبو أديب قال لك أنتوا أي رواية ما تجي على مزاجكم ترمون بها عرض غير أتكلم أرد علي قال أبو أديب هذا من أبو أديب البخاري إذا قال نصدق غير أرد يلا يلا زين نجي أنتم عندكم وعد اللامي وعد اللامي أنتم عندكم يا أبو أسيا بالله عليك اتركوا يرد بس الناس سؤال خلي يرد بعدين هو يقدمك عزيزي تفضل يا حاج وعد تفضل طيب أبو أسيا أنت خليك مع الآية والله ورب الكعبة هذه الآية ستنقلب ضدك وستندم على اللحظة التي جئت بها بهذا اصبر جريت على الاستاذ ابو نجي للاخ ابو اديب نجي للاخ ابو اديب ابو اديب ماذا قال قال انتم تردون الروايه طبعا احنا ما نرد كل روايه نرد الروايه بالدليل بدون دليل لا نرد يقول انتم تضربون اقوال العلماء الجواب لا نحن عندنا قاعده وهي القاعدة قاعدة عقلية أخواني وقاعدة قرآنية وقاعدة منطقية شنو هو؟ إنه في عقيدة الشيعة عدا الذين عصمهم الله تبارك وتعالى كل إنسان يخطئ اسمه وعد اللامي اسمه المفيد اسمه أبو أديب اسمه أي إنسان فلما ينقل لنا رأيا نقول له من أين جئت بهذا الرأي؟ ما هو دليلك؟ لما أنا أقول رأي الشيخ المفيد صحيح لماذا؟ لأنه عندي ما يدعم رأي الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه ما يدعم قوله يعني قرره عن طريق أدلة علمية رصينة شنو؟ الشيخ المفيد في كتبه كتب وعنده كتاب الأمالي للشيخ المفيد كتب جملة من الروايات أن علي عليه السلام هو الإمام الحق الإمام الحق وبدأ بالروايات وصنف في هذه المسألة وذكر في هذه السلسلة اللي خلفي المقنعة والروايات التي ذكرها أن علي هو الإمام زين جاني الأخ أبو أديب أو الأخت علياء تقول قال المفيد أن أبا بكر إنسان كويس وأنه الخليفة مباشرة أرده فهنا أقبل قول الشيخ المفيد وهنا أرد قول الشيخ المفيد شو السبب؟ مو لأنني أحب وأكره هكذا كطبع إنسان لأنه الرأي الذي ركز عليه وأعطى عليه الرأي هو مستند على أدلة فأقول صح أقول له في كتابك أنت أوردت هذا الأمر أما الآراء الأخرى اللي يقول أبو بكر إنسان كويس ولا عمر إنسان كويس إما أنكم
لم تنقلوا ولا أريد أن أقول كلمة عن الشيخ المفيد، وإما أنه اشتبه وإما أنه، هذه هي القاعدة. لماذا؟ لأن عندنا عقيدة رصينة أن عليا هو الخليفة، كل من صار على الكرسي باطل، اسمه أبو بكر، اسمه أبو عمر، اسمه أبو خالد، اسمه أبو وعد، اسمه أي واحد باطل. هذه القاعدة، لأن ثبت أن أمير المؤمنين حتى في كتب السنة قال له النبي صلى الله عليه وآله، لا هذا في حياة النبي. يا أخواني يا شبابنا السني، ركزوا على دقة حديث الشيعي. في حياة النبي قال للصحابة ومنهم عمر وأبو بكر، قال لهم لا أبعثن غدا رجل، اسمعوا، رجلا يحب الله ورسوله. عمر بن الخطاب هو سمى هذه العملية، سماها إمارة، أمير عليهم، هم مؤمنين إذن هو أمير المؤمنين. قال والله ما تمنيت الإمارة أبدا في حياتي، ما عندي حلم إلا أن أحلم أكون أنا اسم هذا الرجل غدا. إذن حلم الصحابة وأمل الصحابة، واللي رأسهم عندكم عمر بن الخطاب، أملهم أنه ينال هذا الموقع اللي هو أمير عليهم. لما جاء الصباح قالوا له أن عليا يشتكي من عينه، فمسح بريقه وقال لعلي بن أبي طالب عليه السلام هذا هو هذا هو، فكان أمير المؤمنين عليه السلام، هو كان الذي تحقق فيه الحلم الذي كانوا يحلمون فيه. هذا متى؟ في حياة النبي ومع وجود النبي. طيب ليش لما توفى النبي أنا أنكر فعل النبي اللي في وجودنا؟ يا أخوان إحنا أصدقاء 40-50 نفر، إجا رئيس الجمهورية ولا الملك تبعي ولا أي واحد قال إنه أميركم وسيدكم وتاج رأسكم وأفضلكم وعد اللامي. طب لما يموت الملك تغدرون بيه ليش؟ ليش؟ ليش تغدرون بيه؟ كيف وهذا مش ملك؟ هذا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ليش وحي يوحى؟ لأن قال غدا مستقبل، غدا يعني هو اليوم، يعني حاج وعد، يعني بس لحظة، يعني حاج وعد كل ما يولي النبي أمير معناته صار خليفة للمسلمين؟ ما هو لا لا جيب لي، لا جيب لي جيب لي جيب لي عمر بن الخطاب. أحسنت أبو أديب، أنا ليش يعجبني أبو أديب؟ لأن رجل علم. جيب لي أن عمر بن الخطاب قال لأسامة بن زيد والله ما تمنيت الإمارة إلا يوم أسامة بن زيد كما قال علي علي بن أبي طالب. طيب طيب الله أكبر، لله يدركم يا شيعة. شنو ما تقول شنو ما قدرت تجاوب على أبو أديب؟ أبو أديب قال لك جاوب على سؤاله. طيب يوم الرسول قدم عمر قدم أبي بكر رضي الله عنه للإمامة بالصلاة في مرضه، معناته اختاره، ليش ما تقول كده؟ لا، في الأكبر من هذا، الأكبر من أنت إذا تريد تساوي كل شغلة يساويها النبي أو يولي واحد، ما ولا ابن أبي مكتوم نقطة ولا نقطة نقطة خلينا ولا الصلاة ولا على المدينة معناته ابن. ليش تخافون؟ ليش تخافون؟ هي الآن أثارت قضية الصلاة. خلي أجهز على علياء، يجز على علياء واجيك واحد واحد. الله وكيك، الا اسويكم الا اسويكم الشاش. لا هدوء، خلي اكمل. هي نقضت علي يا رجل، نقضت علي انه قدمه بالصلاه. اكمل شغله الصلاه ونجي لابن ام مكتوم. لكن والله يا شيعة، انا الان وضعت العنق، وضعت الحبل حول اعناقهم بقول عمر بن الخطاب. أي استدلال يقولون لكم قولوا له ائتون بقول عمر بن الخطاب أنه كان عنده حلم. عمر كان عنده حلم يقول ما تمنيت أمنية، ما تمن، يعني الآن أنا أمنية عندي ألاقي محمد وآل محمد، هذه أمنيتي الكبرى. عمر أمنيتي يقول أمنيتي حلم كنت أنام وأحلم أنه بكرة النبي يعينني أمير المؤمنين. فجاء اليوم الثاني وإذا بعمر صح من الحلم، هل أنا أبو بكر أبو عبيدة
سعد بعد رعد وعد ما في. مين كان؟ علي عليه السلام هو الإنسان اللي عمر تمناه، هو صاحب المنصب. هاي واحدة. نيجي إلى قضية الصلاة. يا أخوان أنا أقبل الأخت علياء أن النبي قدم أبا بكر للصلاة، أريد واحد من الصحابة ولا أريد أبو بكر يقول أنه التقديم بالصلاة يعني خليفة المسلمين، صح؟ يعني أنت لما الآن النبي صلى الله عليه وآله قدمه بالصلاة، النبي قالكم اللي قدمه بالصلاة هو يكون خليفة المسلمين، أقبل على رأسي، جيبوها من النبي، توها من النبي. أي واحدة. اثنين، نفس أبو بكر ونفس عمر شاب عمره 16 سنة قدمه عليهم في الإمارة وفي الصلاة. يلا إذن النبي قدم أبا بكر للصلاة فصار أبو بكر هو الهجوم، فالنبي بعد ذلك شو جاب؟ جاب إنسان آخر وين؟ سواه على هجوم الهجوم. إذن الثاني هو يصير خليفة. ليش؟ لأن الثاني إجا واحد أفضل منه وأيضا النبي قدمه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله لما أمر عليهم أسامة بن زيد، والمعروف كما في حديث عمرو بن العاص في حديث طلحة أو في حديث أبو عبيدة ما أتذكر، اللي قال أنه أنا الأمير فينبغي أن أكون أنا إمامكم في الصلاة، وكانت الكل يعرف أنه أميرهم هو الذي يأمهم في الصلاة. فإذا أسامة بن زيد أما هاي اثنين ثلاثة ضرب الحيدرية الأخرى. يابا مو أنت وأنتي وأنتن وأنتم مو قلتم لنا أنه الصلاة تجوز خلف البر والفاجر؟ نعم. زين أبو بكر يصلي وخير إن شاء الله، الفاجر هم يصلي. حياكم الله من جديد إخواني أخواتي، مثل ما استمعنا وشاهدنا إلى هذا الفيديو، الفيديو الذي ينص عفوا بكل اختصار وبكل بساطة، إمام معصوم مثلا الإمام علي عليه السلام، إذا كان كلامه معصوم كل سكناته كل حركاته بعصمه أو معصوم يعني بشكل أو بآخر كما طرحت وبينت، تقول إذا كان الإمام معصوم فالكلام الذي تلفظ به بخصوص مدح لأبي بكر أيضا يعطيكم أو يلزمكم الحجة يا شيعة. ومن هنا نشير إلى نقطة مهمة بينها الأخ الباحث المحاور الفاضل الأخ أبو علي المستوصر أبو علي من مصر، مثل ما تعودنا عليه بكلمات قليلة يحسم الموضوع. نعم يقول لها أن كل اللي ذكرتي كلام باطل من قبل الحاج وعد لم ذكر ذلك، لكن كلمات بسيطة جدا بين لها أن هذه إن هذه الحجج هي حجج واهية، حجج باطلة، حجج غير صحيحة، فشلون أنه أنت تلزمينا بأشياء غير صحيحة. تقريبا هذا هو كان محور الفيديو وأساس الفيديو، كلام الأخت بخصوص مدح الإمام علي عليه السلام لأبي بكر، وأيضا رد الحاج وعد الله والأخ الفاضل أبو علي. فأقول بعد هذا الفيديو أو بعد هذا النقاش مع علياء تم تداخل مجموعة كثيرة من الوهابية، طبعا لأهمية حوار الأخت علياء لم أنقل كلامهم. ليش؟ لأن كان هناك تشتيت جدا كبير، ذهبت تقريبا نصف أكثر من نصف الحلقة تقريبا أكثر من ساعة لهؤلاء المتداخلين بخصوص يعني مسألة فضائل الصحابة وكذا، فحوروا الموضوع شتتوا الموضوع، لذلك اكتفيت فقط حتى أبين لمن يريد فقط يرجع إلى عنوان الحلقة لنوصف النبي الأكرم صلى الله عليه وآله الحلقة الثانية، وأعتقد الدقيقة ما بعد الساعة. ومن هذا أو بهذا الفيديو أيضا نؤكد أن الأخت علياء كانت الأخت مؤدبة بطرحها، وأيضا بخصوص مسألة الأشياء التي ذكرتها فهي أشياء جاهزة في المواقع نقلتها من دون رجوع للمصادر، وهذا الشيء أقسم عليه. أنا أعرف أن علياء وغير علياء لا تمتلك كتاب ولا تمتلك مصدر، إنما تنقل من المواقع. تقبلوا تحياتي بختام الفيديو، لكن أؤكد أن الأخت محترمة وهذا يكفينا بأن نكمل معها الحوار عكس بعض الشخصيات. تقبلوا تحياتي وفي أمان.